سلام الله عليكم أخيرتي يا صاحب هذا هو ذا نجلا صعدوا ميل كستوا تشوكتان با وقت وهايدي وعنادو إكسو دو هذا وربحين كوبن وأنو كسو قادنا إنه محاد دحمري سراكيشا تري ياشا يوليبا مسؤولين تكسو دي دالكا يتوبيا يو مدحوينا هلا دورتي إيه سومالي لان مدني عبد الرحمن محمد عبد الله عرو مدحوينها سومالي لان إلا دورتي إندو والبا وحا أكوك بدا شريقا بلادا إيولا كولنكا إيسو دووينتا مسوريين كالدوان أو غاركود دمد دكايمان إيان قارنا أي محليهين إن سفيرو لكل مي سفير كوحيينو لكل مي وكيلو لكل مي يعني داد يوم بضنبو لكل مي وحاسلو كلاو لكل مي إن دادكي أي كالبادين قار سياسة دا أي كو كلا إرديسنايين إيسيرو كلا كوا أنا إن مدة أشانس إسهرين يكوا أنا هريبة وحقونا أبورن إسقولا هين دمان كل ماذا سي يبوق شو إن كاسي إستبتشو كأنا كرسي جاية وتع عبد الرحمن عرو ما أولها مركا ومدح وينها الله دورتين سومالي لاسيرة دراد ضد بدن أيا إن إسرائيل سوريا هذا من مسؤولين كسعة دين عائية ذلك إثيوبيا ويسقوا شراء سراكيل دين عصر دونك يملتري جاء una horka ayo hoggaaminayna tashome shunde nin lagu sheegay magaciisa oo sidoo kale lagu sheegay inuu yahay safiirka Ethiopia ee magaalada Hargeysa wafdigani ayaa waxay u gudbiyeen madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaah Cirro sida ay sheegeen dambaal ay ka wadaan dawladda dalka Ethiopia waxaana ka wada hadlayeen baa la yiri يعني أقوهم بليين دورة شديسة يوه كوالا هاللي سيدي يعني لوسي حوشين لها حريركا كدحي اللي بدا دينا هوري وحان إذن لو ذاقي دبعا حالي برنامج كي أنباهي ني ساقا أو الله قلنا حريستي دوكتا أما آسكي مدحويني هوري سومالي لان كسوغان يوفدي دينا عايتو بيا كسوغدي يعني oo madaxweyne Muuse uu garab taagan yahay inay gacanta la soo laacayno uu ka cishtay kulkor intuu la soo dhaafay markii dambe uu dib ugu noqday Mustafa Cajar oo Mustafa uu salaamay halka Aadan Faarax uu gacantiisa oo sida u haysta oo isagaba dhaqaaqayba okay hadaba arrintaasi kadib ayaa kulankani uu dhacay waa maalinimadii khamiista maalin ka hor ilaa shalay jimcaha ahayd هذا سؤال هل السويدين يو يو إن وحياب بدن أو إثيوبيا يعني أي دم عسان تهي بجد ما هي تهي سبب إثيوبيا أي يعني دربة أولى إلى هاي سيدن هو شيء معالبة ما يا وهاي نقصنا هاي إثيوبيا وحافر الجلب أنا يكون حساب بده هم بقية كصوماليين ما الكستو تشوفه مدة حلو كويس ستو مدة حلو كويس ترى أيضا إيو مدحويني هي هوري إيه سومالي لان أما مدحوينها مدحرير كيسو دمالي إيه مصبيها عبدي وحا أودي حي حرير آد أقوطة دير وحاينا نقوطة إيتوبيا دالك كليا إيه سومالي لان دوني دي كغسو هارا أوكي هاتن مدحويني عبد الرحمن عرو أيا أي إسكود ديين مسؤولين تا إسوغو جيرا تاليا ياشا إيو سردونك إيو ملتينيك إيو سفارة ديو ولا صعداه إن أي أقود بستان درب كولا ما أها ولا هذا ما أها واحد سوشيك ما أها إن لبد دينا أو صاحب تنمو إيو حرير كدحي حقها أنو هلاي أو وليبا حقور رسمي أيوحا أيتهاي إن مسؤولين تا إيتوبيان كأقارهان كو سراكيشا دينا عصير دونكو أي سعاد een ugu sheegeen madaxweyne Cabdiraxmaan Cirro inay doonayaan arimo badan inay ka wada hadlaan iyaga iyo dawladda Ethiopia sida daraadeedna loo baahan yahay in marka xilka loo dhaariyo in uu iska haadiriyo dhisaaba yani waa dalab bay leedahay dalabkan uu socona waxay tahay inuu kusoo gaarsiinay hambalyo kadib marka aad xilka la wareegto waa inaad aad isaba tagtaa oo aad aad isaba iska hadrisaa ee idinku ma wasaaradda arrimaha hadda dibadda tihiin maxaa hayde idinku ma yacni maxaa ka socotaan xafiiskii ra'iisul wasaaraha ka socotaan xaqiiq maya anaga waxaan nahay in la hawlgalayaasha Soomaaliland dawladda hore
أيام بس وشقيني ماذا وين عبد الرحمن محمد عبد الله الرسول حكت أكوه اللي أرين تاسي وما عنتمين وحنا ساعة وشقي أنا جبرت كل بان لي أنا هاي نظام استراتيجية دولة أيا نو دجن كاسي أيا نكون شقين دونا إثيوبيا ودل صاحبنا هاي ودل وحبل النجاد حيان ودل المددر حديد سكاشي أو دنيا بدن لقول نجسو دحيه ونأجنه ونحترامنا وقدرنا وانا أهينا لكن شقوينك ويا الله حفيز كيجا سجع يا سكري يعني عدا خصيصا أمبنا أنكرت هالشلينا لكن إذنكم ما هسنتهم وحده لهيدان وحده لهيدان هذا والسلام هل كذوب بكبر لابطي؟ تشوام شون ده يحبنه للسعودي هذا الله يسوع دوام مرن يجا أودون يا يعني إن أي أوجدان إن قرشه زي يعني أنا جو حاربنا حرير كي إلا سيحوتشيو سحرير كله سيحوتشيو وإن وحبذا أن كود هذا الله وحبذا عدة أكله هذا يسوع وأدي سببه مركا إن أريمه عندون إنه فهم بالي. أضعي وركي وفهمي وين. كاسي حل بيلي رهي. ساجنا وركي ووسو كوبي إن حفيز كيسو ويهي كاسكالجو أن قاعدة شذا. هي أهمية الدرالكا. سلو كله ورسع وشيء سلو حكت أنو كهلاي إن يعني ون الديار بقى هاين إن مدة إن أدمدة أبوه أو رئيس كبداها ودون يو كل كهرة إن أو مال سارو أو ديكوسو كبشو يدبو هباين سي الله سمي إن جداها ذلك ودون يو إنه كشقيو مركب وهلا لي واحد دولة إثيوبيا نقد حيا أنا جوان أبن حي أريتن رنتي وارن إلى إيه هدا يعني وده بدل ساريه لكن أنا إيش أن حكت كهلاي استفهم بوحة مدح مري سني أيدون ينا سراكيشي كسر عتيم اللي ترجع توبية يعني ما أنا إن أهر قليل وهاي نقطة هاوشي مد ليس لفهم الوال طبعا عبد الرحمن عبد الله عرو عبد الرحمن محمد عبد الله عرو ودبلوماسي مددر سياسة كسو كري يعني حل صوماليا إلى هاي الدولة أود بدن دبلوماسية ديرا كشا غير يبوها إن مدى صدون سنة أو كلا أو خبرات أيها دانا أولي هاي أو مركا لغي ما دبلوماسية دي يوحي و أرماها سياسة كشا غير يبوها وحا أو يعني أقوم بدن أولي هاي سياسة جيسك أفريكا إيو هابسامي وصعد كيدا iyo en meelaha yaani marjaca u ah sidaas oo ay tahay marnaba ma u doonayo Cabdiraxmaan Ciirro in uu lumiyo saameynta Ethiopia iyo xiriirkeeda Soomaaliland maadaama wax badan ay kaga xiran yihiin qaab yaani laba dowladoodna ay u macaamilaan hadana sida muuqanaysa waxa uu la ciyaaray door diblomaasiyadeed oo aanay iyagu yaani ku xisaab tamaynin ama ba ayna fahmi karin maadaama waxa beesha jooga oo dhamaantood ay military yihiin macaal safiirka ama wakiilka waxa lagu sheego iyo inta kale ee meesha joogtayba yani sida sawirada ka arkaysan waa wala askar askartaasi marka luqada diblomaasiyada ma fahmi karaan mana aha shaqo iyagu yani in ay fahmayaan hawiyir marka labada dawladood iyaga ayaa ka wada hadlay waxa ka dhacay dadku wasaaradda arrimaha dibadda ee aan shaqadii wasaaradda arrimaha dibadda ayaa haysan safaaraddu sax waa wakiilka yaani dawladda ee Ethiopia gaar ahaan waaxda arrimaha dibadda la shaqeysa hay waxa la leeyahay wixii Soomaaliland looga baahan yahay safaaradda la soo marinaya Kennedy marka warkii ama warqadii safaaradda iyo dalabki ama codsigi ka yimid wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia taasi meesha ma taal anaga waxaan la soconay dhahayn af xamashi
طبعا في حبشي يسوق مية غني ولا لقيت في شيء أنا في حبشي بنقول لنا في حبشي جالس أحنا هنا إن قاعدة تو أرلا أدو أدي سالا روح أسي وح سعونا يا معها يعني هنانك يجو أي وح كدونا يعني يا هنانك وكله ارتجي أي واحد نقدر كافي يا كردير يجو عند عدايس قبابة يو إن درب إسجل لبتشقيو إن ليه هذا أدر قعلي النجا أياد نجا أمريكا هذا نيسا أو أميرتا يجو أمدا النجا إسكاله سما ذكر أدوبنا مجا عدو هذا نيسا يعني وقاب كأي مامولا دا سومالي دا يوتيوب يو ماموشو مجا عبا مسؤول بلا سمية كل بكي إن لا سمية ولو يمدا حفيز بلا جا أكفرتا كل با ويحل دون الله شيغا يلا أمريكا يوتيوب يدنا هذا كدوليسة يو يلا خبتان كذا iyo la dagaalanka yaani dawladda Soomaaliya oo in dhawaale wax lagu baani kara dhaxaysay waxa qorshahaadii iyo dadaalkeedii ugu horeeyay ay ka dhigtay in Cabdiraxmaan Ciirro gacanta lagu dhigo in Adisaaba la geeyo laga haadiriyo halkaasna wixii laga soo faray laha laga soo faro wixii loo sheegi jiray kuwii ka horeeyay qaar kamid loo soo sheego kuwa kalena dib looga dhigo loogu dhigo kadib la yiraahdo hadana soo noqo hadana in kale la siiyo yacni waqaabka ay Soomaalida ula macaamilaan ama lagu maamulo ee marka asagii ayaa muujiyay xirfad diblomaasiyadeed aqoon iyo xoogaa dadnimo ah oo ku yiri balukaadiya Itoobiya annaga wax naga dhexeeya waa naqaanaa mu weligana saaxiibaan soo ahayn Soomaalila intay soo jirtay waa isla soo shaqaynay haddana nidaam iyo brotocol iyo hanaan la maraa jira hadda meeshan ama goobtani keliya waa salaan waxaan isugu imaanay xilki miyaa la wareegayaanu xaggee ku degdegaysaan xaggee ku yaacaysaan maxay tahay arrintani salaan iyo barasho wanaagsan kala tagaajo wixii shaqo iyo arrin ah haynoo dambayso muhiimadda marka wafdigii ka socday dhinaca Itoobiya ama sheegtay in ay ka socdeen dhinaca Itoobiya ayaga oo fashilan wajig gabax badani uu ka muuqdo aad u niyad jabsan ayaa ay ka huleeleen guriga Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro oo yacni ay u wadeen fariin af xabashiya sida xogta aanu ku helnay tani marka ma aha wax lala yaabo ma aha wax maxaan ku idhaahdaayto يعني عصب ووح عادية ووح سو جيري ووح سنضب بدن سو جيري ووح الصومالي ده هالكار دقي يعني إلا بقى أسكري اللي هو سو ديرو مسؤول والبا لبقى أسكري إن لو سو ديرو أو ورباهين تينا أي بوم بوني سو أي ده هذا وفد ديسان أو كان أو كان أو كان أو كير يعني وحاد مو ده صومالي ده إيه ده بلوك يسبيت إيه ده بلوك يسبيت وحلاه مركا عبد الرحمن عبد الله الروح رمتي إن talaabadiisii ugu horeysay ee uu qaaday ee dhinaca arrimaha dibadda had moodaa inay ka muuqato xoogaa xirfad aqoon iyo mas-uuliyad tabe way kugu soo degdegi doontaa waan ogahay anigu Soomaaliland kama maaranta Itoobiya iska celin iyo ha iska celinin midna ku oran maayo laakiin taytalkaaga iyo heerka aad joogto ee mas-uuliyadeed weligaa kor u qaad weligaa kor u qaad يعني دنا اسكو دفا وانا ايتوبيا نكا دحيا دنا ها ايتوبيا اي سومالي لان ما اهين كوا سيمن او هاي اهين كوا يعني دن او تشنجيرا سومالي لان حبت هل شيء اما يبجيسو اما اما سوق جيسو يعني ايتوبيا ايتوبيا انا واح والبا او اي سو سارتو او يدا كبادن هل كان يوسو سفريسا تشاد كادي ايا اه كان اوغو بادن يعني ماشي هو بدل اللي سوبر في سومالي لا خضارتي يعني واحد والب حقنا اللي كينا سومالي لا أنا كلون كما قالت وبيران مركا سيلو هرو حوجا وحون إن ليس سوء عشدو وإن هرتا مدحوينه وفهما مقام كيسة هي مسؤولية وهاي oo habal kala badnaada habal kala weynaada laakiin dalalku way siman yihiin dunida waa hadii Soomaaliland dal ahaan ugu hoggaaminaya Ciirro hadii sidii kuwii kale ugu hoggaaminayana waa gaar taasi oo Itoobiya waxeed ay walaaqanaysaa reer Soomaaliland indhaha ka dhowrayaan xabad cusba ah ama xabad malay ana ama xabadna aan ma gelin karaan maxaa kula wajahle ma gelin karaan ayagana wax walba loo soo dhoofinaya ihaanadaasi looga baxo marka hanaan isku dheelitiran ومسؤوليات وين تكون قابشة إن شاء الله تعالى
heshiiskii ama is afgaradkii ee 12 January iyo in xiyaabaha suuragalka ah dibban ka fiirin doona Cabdiraxmaan Ciirro ma yeeli doona oo dariiqii miyuu qaadi doona mise dib ayuu uga istaagi doona insha Allah ta'ala barnaamijyadeena kale ayaan ku eegayna nabad iyo horumar iyo guul baan rajaynaya guud ahaan shacabka reer Soomaaliland ee tan iyo barnaamijyada xiga intaan isugu imaaneyno nabad iyo nolol kulan